للمسا. المسا كمان قالت ان مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي طلب من لعيبه الفريق الفوز في مباراه الجمعه اللي جايه قصاد بيراميدز في الدوري، واكد عليهم ان المباراه دي الفوز فيها مهم جدا لانها في بدايه مرحله جديده وانها اول مباراه رسميه ليه في قياده الفريق. وقال كمان ان هو شخصيا ما بيحبش الفشل وما بيعرفش غير النجاح. كمان